كما أشرف النائب العام لدى المحكمة العليا على تنصيب عيسى بسباسي رئيسا لمجلس قضاء قسنطينة، والنائب العام عثمان موسى القادمين من ولايتي جلمة والمدية في إطار التقليد المعمول به وسلسلة التحويلات في المجالس القضائية على ربوع الوطن. التغطية كانت لشمس الدين ثمان. في الحركة الأخيرة على رأس مجلس في إطار تقليد محمود تعودنا عليه كلما أجرى السيد رئيس الجمهورية حركة في وسط مسؤولي الجهات القضائية للإشراف على تنصيب كل من السيد بسباسي عيسى رئيساً لمجلس قضاء قسنطينة والسيد عثمان موسى نائباً عاماً لدى نفس المجلس القضائي.